سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه جيده. وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم، اليوم غنشارك معكم هاد الوصفه ديال بتي بان او شوكولا اللي كيجيو زوينين بزاف. وهانتوما خليكم على المقادير حتى الاخير. هانتوما البنات، بالنسبه للمكونات ديال البتي بان ديالنا كما كتشوفوا عندي هنايا 600 غرام ديال الفورس، يعني نوعيه تكون مزيانه ديال الحلوه. عندي هنايا واحد نصف كاس ديال الزيت، وعندي هنا نص كاس ديال سنيده، عندي هنايا كاس ديال الحليب وحاطه حدايا الحليب باش الا ما كفانيش داك الكاس نزيد عاوتاني. عندي هنا واحد ربع ملعقه ديال محاصيل الخبز، اللي ما متوفرش عنده ماشي مشكل. عندي هنايا واحد البيضه بحراره المطبخ، وعندي هنايا واحد جوج معلقات كبار ديال الخميره الفوريه او خميره معجونه، من الاحسن تكون عندك الخميره معجونه. وعندي هنايا واحد الزبده لذة للطريق، ضروري خصها تكون يعني ديال الطريق ماشي ديال العبار. ديال العبار تقدري ديريها بلاصه الزيت في العجينه، ولكن بالنسبه للطريق ضروري خصك هاد الزبده هادي. كاينين بزاف ديال الانواع، تقدري تستعملي اي وحده عندك، يعني ماشي بالضروري تكون هاد السميه. وهانتوما غادي ندوزو باش نعجنوا العجينه ديالنا. هانتوما البنات، هنا غادي ندوزو باش نعجنوا العجينه ديالنا. هنا نسيت ما ذكرتش لكم الملحه، ضروري من الملحه واحد نص معلقه ديال الملحه حتى هي. وهنايا غادي ندوزو باش غادي نعجنوا العجينه ديالنا. غادي ندير المكونات ديالي كاملين، غادي ندير الخميره، غادي ندير سنيده، هنا غادي نضيف البيضه، وغادي ندير الزيت، غنحاول انني نرمل العجينه بهذيك الزيت والبيضه. هنا غنضيف هاد الكاس ديال الحليب عاد باش غنشوف لكان خاصني غادي نزيد. واهم حاجه انكم هاد العجينه خاصها تدلك مزيان مزيان، يعني دلكيها بحال كدلكي الخبز، تكون رطبه ما تكونش قاصحه. انا هنا مازال خصني نزيد الحليب، غنزيد بشويه بشويه. انا غادي نجمع العجينه ديالي ونرجع معاكم. ها نتوما البنات، هنا من بعد ما جمعت العجينه اللي بقى لي من الكاس الثاني ديال الحليب بقى لي واحد الربيع كما كتشوفوا، هادشي اللي بقى لي هنايا. من بعد ما جمعت العجينه مزيان غندلكها، يعني تعطيو حقها ديال الدلك مزيان، يعني بحال تدلكوا الخبز ولا كدلكوا شي حاجه اللي كتبغيوها تخمر. يعني غندلكها مزيان مزيان باش تنجح معنا باش ينجح معنا هاد التيب.
يعني العجينه ما تكونش قاصحه وما تكونش رطبه بزاف، تكون بين وبين، يعني تكون خفيفه وما تكونش ديك القصوحيه. المهم البنات انا غنكمل لي هاد الدليك مزيان ونرجع معاكم. ها انتم البنات كما كتشوفوا هنا من بعد ما عجنت العجينه ديالي ودلكتها مزيان، الصراحه كتجي كتولي رطيطبه، يعني ما كتبقاش ديك القصوحيه. وهنايا كما شفتوا معايا غادي نديرها في واحد البلاستيكه ولا ديروها في سلوفان ولا ديروها في اي حاجه، مهم تخمر ليكم واحد 15 دقيقه تتختمر مزيان، عاد غادي ندوزو باش غادي نورقوها. وانتم خليكم معايا. ها انتم البنات كما كتشوفوا هنا من بعد ما اختمرت لي العجينه ديالي، ضروري ما ترشوا سطح العمل بالطحين باش ما تبقاش تلتصق لكم. هنايا من بعد غادي ندوز باش غادي نطلق العجينه ديالي بالدلاك، من بعد ما خمرت ليا هنايا غادي ندوز نطلقها حتى تنحصل على واحد العجين يعني ما يكونش غليظ بزاف وما يكونش رقيق بزاف عاوتاني. وهنايا غنطلقها مزيان وها انتم خليكم معايا. ومباشره غادي ندوز باش غادي نبدا نحك في الزبده، غادي ندير هذيك الكميه ديال الزبده كامله 250 غرام ديال الزبده. اللي بغى اللي ما بغاش يحكها يخليها غير مربعه ويطلقها شويه ويحطها وسط العجينه ويطوي عليها العجينه، يعني كل واحد الاختيار ديالو في كي غيدير يدير اصايب بالزبده. انا كتجيني سهله محكوكه وكتطلق لي العجينه دغيا دغيا، ما كتاخذ ليش بزاف ديال الوقت داكشي باش كنحكها. يعني اللي بغى يديرها اللي بغى يخليها مربعه ولا شي حاجه ماشي مشكل، كما كتشوفوا معايا انا هنايا صافي ساليت الحكان ديال الزبده. ومن بعد غادي نهز هذاك الجانب التحتاني غادي نحطو وغادي نحط فوقه بحال يعني كنصايب شي ملويه. ومن بعد غادي نحط غادي نرش شويه ديال الطحين وغادي نحاول انني نطلقها شويه عاوتاني بالدلاك عاد باش غادي نطويها على ربعه كما كتشوفوا معايا. هنايا غادي نحاول باش ما تجيش غليظه بزاف وتجيني سهله حتى في الطليق. هنايا كما شفتوا طلقتها بحال هكا وغادي نطويها. ومن بعد غادي ندورها على الجهه الاخرى كما كتشوفوا، يعني هاد الجهه اللي طويتو كتجي على هاد على هاد الجانب هذا، عاد عاوتاني يمكن لكم تطلقوها لهاد الشكل هذا. انتما كما كتشوفوا هنايا من بعد ما بديت كنطلق في العجينه غادي نحاول انني نطلقها مزيان مزيان، يعني حتى تولي ليا رقيقه يعني بحال هكا كما كتشوفوا معايا. غادي نزيد مازال شويه نطلقها ومن بعد عاد غادي نطويها، يعني هاد المرحله هي اللي مهمه في هاد البتيبان هذا اللي كيجيك باش يجيك مورق. مهم دابا هنا طويتها على هاد الشكل هذا. ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه، غادي نديرها في واحد البلاستيكه وندخلها للثلاجه ترتاح واحد 15 دقيقه، عاد نعاود نطلقها الطلقه الثالثه اللي بقى لينا. ومن بعد عاد يمكن لينا نشكلوها. ها انتم البنات هنا من بعد ما كملت 15 دقيقه في الثلاجه جبتها كما كتشوفوا، وهنايا غنطلقها عاوتاني. ها انتم هادي ها هي من لهنا غادي نخليوها على هاد الجهه هادي وغنطلقوها بالطول هكايا كما غتشوفوا معايا. هانتوما البنات هنا من بعد ما طلقتها غادي نجيب هذا هنا وغادي نجيب هذا فوق منه هكا صافي. هنايا العجينه ديالي كتكون واجده، غنخليها ترتاح واحد الخمسه ديال الدقائق باش منين نطلقها تطلق ليا بسهوله ونرجع معاكم. ها انتم البنات هنا من بعد ما خرجتها من الثلاجه ارتحت واحد ربع ساعه عاوتاني، هنا صافي غادي نخدمها كما غتشوفوا معايا. غادي نطلقها مزيان
على هذا الشكل هذا. غادي نكمل غادي نطلقها مزيان مزيان ونرجع معكم. هانتوما البنات هنا من بعد ما طلقت العجينه ديالي كما كتشوفوا كتجي على هذا السمك هذا، يعني كنتمنى انه يكون واضح لكم. هنا غادي نعبر بهاد 3 ديال السبعان على حساب الحجم اللي بغيتو ديروا نتوما، اللي بغى يدير حجم كبير او حجم صغير. انا هادو متوسطين ما كبار ما صغار، يعني كاين اللي بغى يدير 4 ديال السبعان، يعني كل واحد على حساب الحجم اللي بغى ديال البتيبان ديالو. هنا غادي ندوز باش غادي نقطع البتيبان ديالي هكا طويل. غادي نقطع العجينه كامله وعاد غادي ندوز باش غادي نشكل معكم سميت البتيبانات. هنايا بالنسبه للشوكولات انا ما متوفرش عندي الشوكولات هذاك اللي تيديروا في البتيبان، عندي غير هذا قطعته على هذاك الشكل كما شفتوا. ومن بعد غادي نبدا نشكلهم. هنايا غادي نشد الطرف ديال الشوكولات غادي نحطو هنا، غادي نحطو على العجينه وغادي ندور. بالنسبه للعجينه ما خصناش نزيرو عليها، يعني تجي مرخوفه ونحاولوا هذاك الطرف التحتاني يجي هو لتحت باش ملي تنفخ لينا ما تجيش ما يجيش عايب. هانتوما البنات هذا هو البتيبان ديالي من بعد ما خمر ليا. هنايا عندي واحد درت واحد البيضه كامله، درت معها شويه ديال الحليب باش تهرس ليا ديك الزفوره ديال البيض اللي كتكون. وهنايا غادي ندهن، غادي نبقى ندهن البتيبان ديالي كامل كما غتشوفوا بحال هكا. هانتوما البنات كما كتشوفوا هنا من بعد ما اختمر ليا البتيبان ديالي، هنايا دهنتو بالبيض كما شفتوا معايا. وهنايا غادي ندخلوا الفران اللي يكون سخون بزاف على 180 درجه، وانتوما خليكم معايا. هانتوما البنات كما كتشوفوا معايا هنا من بعد ما خرجت البتيبان ديالي من الفران كيجي على هذا الشكل هذا. الصراحه كيجي مقرمل بزاف ومقرمش، وهنايا للاسف كان عندي صداع بزاف بزاف داكشي باش اضطريت انني نحيد الصوت. ما كانش بالامكان ديالي انني نخلي لكم الصوت ديال الناس تيهضروا وداكشي، داكشي باش حيدته. وهنايا كما كتشوفوا كيجي مورق بزاف بزاف. وهانتوما انا غادي ندوز باش نزينه ونرجع معكم. هانتوما البنات هنا من بعد ما زوقت البتيبان ديالي، يعني كل واحد بداكشي اللي متوفر عنده في البيت ديالو. انا هنا عندي شويه ديال لوز افيلي، شويه ديال الكوك، شويه ديال الكاوكاو مهرمش. وهانتوما كما شفتوا هنا زينته
وكنتمنى هذا الفيديو يكون عجبكم، وكنتمنى انكم تجربوه. وهنا كنوصلوا للاخير ديال الفيديو، ما تبخلوش عليا من لي لايك ديالكم، واللي مازال ما ابونيش معايا في القناه يتابونا ويفعل الجرس باش يوصلوا ديما الجديد ديالي. كنشكركم كاملين على المتابعه، وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله.